أزال مسلح جماعة أنصار الله شعار للجماعة، كانوا قد قاموا بتعليقه على مقر اللجنة الدائمة السابق في منطقة الحصبة بالعاصمة صنعاء. وذكر القيادي في الجماعة علي البخيتي أن قيادات مؤتمرية أبلغته بوجود شعار أنصار الله على مبنى وبوابة اللجنة الدائمة، وأنهم منزعجون من ذلك التصرف ويعتقدون أن هناك من يريد زرع الفتنة بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، مضيفا أنه تم إبلاغ العناصر التابعة للجماعة الذين يحرسون المبنى خشية استخدامه من مجموعات تتبع أطرافا مجهولة مستغلة الانفلات الحالي، وأنهم قاموا على الفور بإزالة الشعارات وأبدوا أسفهم على ما حصل، مؤكدين أن توجيهات عبد الملك الحوثي تمنعهم من تعليق الشعارات في أي بيت أو ممتلكات خاصة سواء للمواطنين أو جهات حزبية أو أي جهات أخرى، وأبدوا استعدادهم لتسليم المبنى المهجور والمدمر منذ عام 2011 إلى من يكلفه المؤتمر بذلك.